يسعد مساكم صبايا شباب متابعين، ما زلنا مستمرين بعرض أفكار لربما تكون مفيدة للبعض ولربما تكون سخيفة. ما في مشكلة، ممكن كبسة زر أتوارع عن الأنظار. مستمرين بحلقات فعلا ولا أحلى. نحن قصدنا الستانلس بهالشكل هذا، شوفي ما في أبدا نوع ال ايش بيقولوا ميلامين ضد الحرارة. المهم هي بدك تحافظي عليها ما توقع لأنه بتنتقر، تمام؟ بتنتقر. بدك تكوني من الناس اللي حذرة أو اللي بتحافظ على أغراضها، وأغراضها بتكون غالية عليها. في النوع هاد الإزاز هذا قابل إنه تسخني فيه ماء، تعملي قهوة، تعملي شاي، ما بينكسر أبدا إلا بحالة وحدة، وقت بيكون من جو بارد جدا 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 بتجيبي للحرارة بصير صدمة وبينكسر وبصير مثل الأبر أو بيطق معك، تمام؟ بيطق. هذا عادة ما بيصير أبر ولكن بنشعر وبيطق. المفروض يكون بدرجة حرارة المطبخ لحتى تحطيه على النار. ما في مشكلة لو حطيتيه إش قد ما غلى ما بتأثر أبدا، ممكن تحطي تعملي القهوة فيه أو الشاي لوقت بيكون أعداد ضخمة. عندها نوع تاني كمان رائع، هذا هو عبارة عن فخار ملبس بورسلان، ما بيتأثر بالحرارة، إلى غطى. ممكن بكل بساطة وقت عم تشربي قهوة أنت وزوجك، أنت ورفيقتك الصديقة الصدوقة، تحطي ركوة القهوة بالصينية نفسها وتغطيها مشان تكيلوا وتصفوا وتشربوا أحلى قهوة. سبحان الله يا صبايا، القهوة الكل بيقدرها والكل بيعزم عليها. وقت بدك تعزمي رفيقتك على قعدة رواق وبجوز ما تقدمي لها القهوة كلها على بعضها، تقلي لها تفضلي اشربي فنجان القهوة. وقت بتحترمي شخص تقلي له تفضل اشرب القهوة. دايما فكرة فنجان القهوة معناتها قعدة رواق، قعدة محبة، قعدة إلفة، قعدة حميمية. فعلا إلى معاني كتيرة فنجان القهوة فعلا مميز ولا أطيب. مشان هيك المفروض نتعلم أصول تقديم فنجان القهوة، أصول غليان القهوة وطعمتها الأطيب. المفروض ننتقي معالق، المعلقة تكون طويلة مشان وقتنا نغلي فنجان القهوة ما تحترق إيدنا وتتأثر إيدنا بالحرارة. ممكن تكون بهالشكل هاد هيك تتعلق بهالشكل تركزية، ممكن تكون بهالشكل عادي. طيب ما عنا ما بنعمل قهوة؟ لا، بنعمل معلقة الكبيرة الأكل. ليش؟ لأنه الإدن طويلة مرتفعة تفي بالغرض. أنا ما بهمني هون، عندي وسعية هون بحرك فيها، ما بعمل بمعلقة صغيرة كتير وتحترق أصابيع. ما معقول أحطها هيك، بحط المعلقة الكبيرة جود بالموجود تبعت الأكل، ما في مانع أعمل فيها القهوة أو الموجودة هاي عندك، تمام؟ أو تتعلق بهالشكل. اختاري المناسب والمتوفر حسب ظروفك، وما تخجلي من ظرفك تقولي ما معي، جودي بالموجود واستعملي المعلقة الكبيرة. إن النظافة والرتابة والذوق لا يخص الشريحة الفقيرة أو الشريحة الغنية، تمام؟ بمعنى إكرام الضيف المفروض احترامه. وقت منقدم كل شيء جميل رغم بساطته ونظيف ومرتب، معناته احترام ذاتنا واحترام شخصه الكريم. أي صينية متوفرة عندك مثلا بدك تحطيها، وقت إيدي مي بهالشكل
وبحط فنجان القهوة بهالشكل، والكاسة مقبشة بهالشكل، تمام؟ وبقدم القهوة وإيد على اليسار مو على اليمين، وهذا بهالشكل. هذا إيش معناته يا ترى؟ فسوا على كيفكم. هنا يكمن الذوق والاحترام. أي صينية متوفرة عندك حطي قماشة بسيطة عليها من عندك، قماشة فستان حلوة قصية، وحطيها إن شاء الله صينية بلاستيك. كاسة نظيفة غسلتيها ونشفتيها عم تبرق عم تلمع. الصينية مغسولة ونظيفة ولكن أصابع كفك مو عليها، بهالشكل عم تلمع. هذا هو الذوق والإبداع والإتيكيت، هذا هو اللي منسميه إتيكيت. الكاسة وقت منعبيها مي منحرص إنه ما يجي مي لهون، وإذا إجا مننشفه. هذا اسمه الإتيكيت والذوق، هذا بسميه الإبداع. تكون عم تلمع وبهالشكل بحطها وبنتبه. فنجان القهوة مغسول مو آثار الماء بتشط فيه، وبتحطي القهوة سايطة مايطة بتحسي غسالة انت عم تشربي، وكل القهوة مندة مي. بكل بساطة بحط معلقتين، معلقة بسكب فيها السكر إذا الضيف بيحب القهوة بسكر وسط أو حلوة كتير، ومعلقة بعد ما بتستعملي هالمعلقة لا ترجعي تحطيها بالسكر، راح تتلوت بالقهوة ويصير شكلها غير جميل. هذا ما بيخص الأغنياء، هذا بيخص الإنسان الذواق اللي بيحب الرؤية الجميل. المهم منديل بسيط منحطه، لربما وانتي عم تمشي يهز معك الفنجان ينزل قهوة من هون، المفروض ترجعي على المطبخ ترتبيه، او حصل قدام الضيف بهدوء تركزيه على الطاولة، تاخدي المنديل بتمسحيه، او تعتذري من الضيف وبترجعي بتغيري التبسية وبتمسحي وبتقدمي. طيب بدي اعمل قهوة، ما قادير القهوة، ممكن انا شبيبة قهوة دايما بعبي الركوة وبحبها بيردة، بعبي الفنجان ملان ملان، بحسب حساب انه اثناء الغليان بدها تتقلص الماء. ثاني شيء وقت بتعبي الفنجان اتركي مسافة ما يكون الفنجان ملان، تمام؟ بعبي مثلا بدك تعملي اربع فناجين ماء، بتحطيهم بهالشكل. كل فنجان بيحتاج لمعلقة وربع، معلقة صغار هدول، معلقة وربع أو معلقة ونص أو معلقتين إذا بتحبي القهوة تقيلة، تمام؟ بن طبعا، بن سوري. تاني شغلة، القهوة ما طيبة إلا وقت بتغليها. نحسب حساب الفوران لمرتين بتفور بتلاقيها القهوة، مشان ما تنكب معك وتوسخ الغاز دايما اعملي فراغ إصبعتين. هلأ بدي أكب من هاي المي. حطيت ركوتي على النار. أنا عادة ما بشتري 12 فنجان، بشتري إما 6 6 6 أو 4 4 4 أو 8 8 حسب حبي وأعجابي لهالفنجان. رتبت صواني، أنا عندي فناجين ناقصة، عندي منهم 4 منهم 5 منهم 6، معناتها عدة صواني، أو مثل ما قلنا على دفعات. بتضيفي هالشكل الفناجين، بتخلصي بتجيبيه على المطبخ بتحطي غير نوع فناجين، تمام؟ هاي اسمها بصمة وإبداع منك، مو عيب أبدا ولو عار. طيب ممكن أعمل بهالشكل، مثلا أنت عندك ضيفين بس فنجانين، أنت عندك ثلاث ضيوف، بتضيفي الفنجانين بعدين بتضيفي الفنجان الثالث حسب. المهم صبايا ممكن أن أحط هالكاسة ببساطة، وممكن أحط هاي، وممكن أحط هاي كتير حلوة مع الفراشة لون الأخضر مع الزهر، انتقي المناسب. هاي نفس الشيء، هون كمان نفس الشيء، ممكن
اعمل بهالشكل بيطلع اجمل، وهاد اعمله بهالشكل. ما عيب وقت بحط الفنجان الكاسه مالا شفافه، عادي جدا، افتخري بما لديك. ممكن بهالشكل المنديل حطيناه هون، ممكن تحطي المعلقه هون، ممكن الركوه تحطيها كمان ما في مانع اذا كان العدد قليل، تنتين او ثلاثه من ضيوفك فقط. ممكن نحط ازرق مع هدول لانه له ازرق هون، وممكن تحطي ابيض، اختاري حسب ذوقك الشخصي، ممكن هاد وممكن هاد. غلت المي، هيك المعلقة بدها تكون البن بهالشكل، هاي المعلقة هاي بقصد فيها. برفع وبحط المعلقة الأولى، شايفين شلون فارت؟ مشان هيك بدي أحسب حساب انه دايما اترك فراغ. 2 وهي 3 وهي 4 بهالشكل يكفي. معلقة وحدة بس معباية مثل ما شفتوا. ومع ذلك عنا حواس نتحسسها اذا تقيلة او خفيفة. أنا حاسة بدها نص بما أنه نحن منحب القهوة تقيل. ممكن تحطي صحن جنبك، ممكن منديل مشان لربما تفور معي ولا معك عادي. بنغلي القهوة وبنعمل بهالشكل هيك. الكل بيعرف آدم طبعا الله يسامحه مثل ابني هو. كل انسان بيغلط والمسامح كريم، وقال لا تصاحب صاحب الا بعد اكله. كيفك يا ادم؟ اليوم ادم بده يقدم لكم تقديم قهوه خالي دلال بطريقه فكاهيه جميله لتكون فاصل منشط لكم. المهم يا صبايا، تركنا ارتفاع، بدنا نحسب حساب غليان القهوة، المفروض تفور مرتين وبنعمل بهالشكل. بدنا هالرغوة القهوة نتمتع فيها، الرغوة مو الطحل السميك، في منهم بيحبوا طحل سميك بتلاقي على وش القهوة بس ما لها مغلية، ما بتكون القهوة مسبكة. سكبناها للقهوة قبل ما نضيفها. اللي بده سكر بتصبي القهوة اللي فيها سكر وبعدين بتضيف السكر للركوة كلها. طب أحيانا بيلتقى بس واحد بسكر، إيش بنعمل؟ هاي السكر مثلا بيحب معلقة، بعمل بهالشكل هاي هيك، وما بنزلها لتحت، بعمل بهالشكل. السكر موجود بالمعلقة عم بيدوب من خلال هالحركة هاي لا أحس السكر كله نزل من المعلقة. ما برجعه على السكر، بشيل إما محرمة تحته بغير المعالق بعملهم بهالشكل، وحطيت المعلقة اللي ضيفت فيها السكر اللي حطيت فيها السكر بهالشكل، وبضيف القهوة. تمام؟ أنا من عشاقين شراء فناجين القهوة. مؤخرا اشتريت هالفناجين كتير حلوين
مزوقين. ممكن أدلكن من وين اشتريته، بس ما تعتبروا دعاية نهائي، أنا مالي من هالناس أبداً أبداً، بس حلوين. ودايماً منفضل الفنجان الكبير ويكون رقيق مشان ما يكون سميك، الحافة تبعته ما يسميك. كل ما كان رقيق معناته هذا الفنجان جيد ونوعه جيد.